نحن عندنا أشياء وايد زينة، لكن لا توقفون عيالي في أنكم تتعلمون، ولا تظنون أن نحن عندنا كفاية، ولا تقتنعون أن الوضع اللي عندنا إذا وقفنا ما حد بيخطف. نحن في سباق إلى يوم الدين، إلى يوم الدين مع العالم كله. نحن نقدر نتقدم بشيئين، بالعلم وبالكوادر الوطنية المميزة اللي بتقود هذه الدولة في القرن 21 و22.